كسر الدار يا اخوي، والله كسر الدار والله. انا بقول ما قلتش حوالي الساعة 12 مساء او الساعة 11:50 دقيقة بالضبط. فعليا وصلت الاصابات الى كل المستشفيات في رفح، وكان وصول الام صابرين السكني الى هنا. الأم كانت شهيدة وهي حامل في هذا الطفل الجميل، كانت حامل في 30 أسبوع حملي. وصلت الأم في حالة أنه مستشهدة وفاة محققة. تم الولادة بشكل عاجل للطفل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعملية قيصرية عاجلة للطفل، وفعلا نجحتنا بفضل الله بإخراج الطفل والطواقم من أطباء الأطفال وأطباء الولادة والتمريض القسمين بتعامل مع هذه الأم رحمة الله عليها. ولكن خرج علينا طفل صابرين السكني عن وزن 1.4 كيلو وعمر حملي 30 أسبوع حملي فقط، وهو عمر مبكر لولادة مبكرة. لما خرج الطفل في وضع كان ما بين المتوسط والحرج، حاليا بعد تقديم الرعاية الطبية منذ الليل لحد الآن يعني خلال الساعات القال فاتة كان الأمر يتحسن تدريجيا. حاليا نقدر نقول أن الوضع مستقر على المتوسط، لكن الطفل تحت الرعاية الطبية حيمكث حوالي من 3 أسابيع إلى 4 أسابيع في الحضانة، وبعدها إن شاء الله نشوف قصة الخروج وين حيخرج هذا الطفل، هل للأهل للعم للعمة للخال للجد للجدة. هنا تكمل المأساة الكبرى، حتى لو عاش هذا الطفل ولد يتيما ذنب هيك يصير فيهم عائلة كاملة إبادة عن السجل المدني، واللي نجي منهم جنين صغير بنت أختها الصغيرة نفسها تسميها الروح، أي راحت ملاك وظل الروح. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ناس مدنيين عادي، ناس مدنيين. حلاق أخويا حلاق بحلق معي في الصالون. حسبي الله ونعم الوكيل وبس. Yeah.